السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الست عدوية إسماعيل الخفاجي، معلمة من مدرسة الديار الابتدائية للصف الأول جيم. نبدأ على بركة الله أول دروس الرياضيات للصف الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي واجهة كتاب الرياضيات. نتصفح. عندنا الفصل الأول الأنماط والأعداد حتى العشرون، استكشاف الأنماط وتكوينها والأعداد حتى العشرون، قراءتها وكتابتها. نجي أول شيء هنا بالاختبار القبلي، يتعلم التلميذ على مسكة القلم، يتدرب على مسكة القلم والرسم على النقاط. نستخدم قلم، أحدد الحجم وأحدد اللون اللي أرغب له. هنا أبدي مع ابني من أسفل النقاط باتجاه السهم، أبدأ من الأسفل إلى الأعلى، أسفل أعلى أسفل. أحاول إنه ما أرفع إصبعي أحبابي الحلوين، ما أشيل القلم من على الخطوط، أسفل لفوق لجوه لفوق لجوه. خلي يكون عادي الخط متعرج بمرور الوقت حتى تدرب إيدينا ويكون الخط مالتنا أحسن من هيجي. نعم، أجي هنا أقدر أغير اللون إذا أحب، أو نفس القلم أستخدمه. أبدي من الأعلى للأسفل، من الأعلى للأسفل، من الأعلى للأسفل. ما أبدي من جوا وأصعد لي فوق، لا، مو من الأسفل للأعلى، من فوق لي جوه. نعم، أمشي على النقاط من فوق لي جوه، وعلى كيفي ما أستعجل حتى خطي يصير حلو. من فوق لي جوه، من فوق لي جوه. نعم، أيضا عندي هذا الشكل. عندي أبدي من الأعلى، هذا يشبه العدد واحد اللي أخذناه اليوم، من فوق لي جوه، من الأعلى للأسفل، من الأعلى للأسفل، من الأعلى للأسفل، من الأعلى للأسفل. نعم، من فوق لي جوه، من فوق لي جوه، من فوق لي جوه. عندي أيضا هذا الشكل أفقي، من اليمين لليسار، من اليمين إلى اليسار، من اليمين إلى اليسار. أمشي على النقاط من اليمين إلى اليسار، على كيفي ما أستعجل، ما أشيل إيدي من النقاط إلى أن أخلص، من اليمين إلى اليسار. هاي بالنسبة لهذه الأشكال. هنا عندي مكتوب ألون، عندي هنا كرات وعندي طيارات حلوات، أنا حلونها حتى تصير شكلها جميل. الألوان بكيفي، أنا اللي تعجبني أختارهن، شلون ما أريد ألون بكيفي. هنا أنا ألون هذا اللون الأزرق، نعم، أغير اللون، أحب أغير اللون،
اختار اللون اللي ارتاح له ويعجبني. نعم، الون الكرة وعلى كيفي، ما استعجل حتى يصير التلوين مالتي جميل. اختار الالوان اللي تعجبني بكيفي، الون وخلص. نعم، نعم، والون بقية الاشكال، وايضا عندي هنا طيارات ايضا الونها. نعم، نغير الألوان. الألوان اللي أحبها أني بكيفي ألون. نعم، وأكمل التلوين، وهاي ألونها وهذه وهذه ألونها. نعم، هنا عندي سؤال يقول ما عدد الطيارات الورقية؟ نحسب هذه الطيارات الورقية، هذه كرة وهذه طيارة، أحسب أني الطيارة. 1 2 3 4، إذن ما عدد الطيارات الورقية؟ نعم، 4 من الطيارات الورقية. هنا انتهى عندنا الاختبار القبلي، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.